مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من ملعب ابو بكر عمار بمدينة سلا. كي تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، توافد جماهيري كثيف هنا بمدينة سلا، توافد جماهيري كبير وكبير بزاف، فقط لتشجيع فريق الجمعية السلاوية، جماهير غفيرة تتوافد على ملعب ابو بكر عمار بسالة، مقابلة لن تكون بسالة امام فريق الكوكب المراكشي، مقابلة تكون صعيبة وصعيبة بزاف مشاهدينا الكرام، الا ان الجميل في الامر في هذه الصورة هذه، الجميل في الامر هو جماهير كثيفة تتوافد هنا على ملعب ابو بكر عمار. ايضا كي تشوفوا مشاهدينا الكرام تنظيم محكم هنا في جنبات ملعب ابو بكر عمار، تنظيم محكم بواحد الدرجة كبيرة وكبيرة بزاف، جماهير توافدت بكثافة، الجماهير السلاوية اليوم حاضرة بقوة لتشجيع فريقها، لتشجيع الفريق ديالها امام فريق كوكب المراكشي. حضور جماهيري كي تشوفوا كثيف جدا من مختلف احياء مدينه سلا، قديمه الجماهير السلاويه لتشجيع فريقها الام، فريق الجمعيه السلاويه. كي تشوفوا كانت الاهزيج ديال الجماهير السلاويه في مختلف مناطق سلا واحياء سلا، خصوصا في المدينه العتيقه اللي كنا تنتواجدوا فيها، كنا تنسمعوا ونحن كنا خدامين وطالقين بث مباشر، كنا تنسمعوا اهازيج الجماهير السلاويه وهي خارجه في واحد الجو جميل جدا من المدينه القديمه العتيقه في اتجاه ملعب ابو بكر عمار. كي تشوفوا مقابله لن تكون سهله، مقابله صعيبه وصعيبه بزاف، حضور جماهيري تبين على اهميه المقابله، تبين على ان هناك طموح ديال الصعود، طموح ديال تحقيق الصعود، عوده فريق الجمعيه السلاويه الى ما كان عليه من انجازات ومن من مكانه ضمن قسم الوطني الاول. كي تشوفوا الجماهير السلاويه اليوم جايه وعازمه على الفوز، جايه باش انو سيبورتي ويشجعوا هذا الفريق العريق، فريق اللي ماشي من السهل، فريق اللي كبير وكبير بزاف، فريق اللي هو تاريخ الجمعيه السلاويه، فريق كبير كبير بزاف. يعني كي تشوفوا حضور جماهيري كثيف، حضور امني ايضا مكتف هنا في جنبات ملعب ابو بكر عمار، تنظيم محكم يعني باش ما يكونش بعض الاعمال اللي ماشي ترقى الى مستوى الجماهير والكره الوطنيه. كي تشوفوا توافد جماهيري كثيف هنا امام في مدخل الرئيسي للبيلوز، المكان اللي كيجلسوا فيه او المكان الطبيعي فين كيكون فيه الجماهير السلاويه. تشوفوا كبار وصغار الكل متوجه للملعب ابو بكر عمار لتشجيع الفريق الجمعيه السلاويه، حضور امني مكتف هنا كي تشوفوا مشاهدينا الكرام، اللي باش انه يضمنوا على ان المقابله تدوز في هذا الجو من الروح الرياضيه، ما يكونش بعض الممارسات اللي خارجه عن القانون. مشاهدينا الكرام حضور جماهيري كثيف وكثيف بزاف، حضور مكتف للجماهير السلاويه الان. كي تشوفوا طوفان احمر كيدخل ابو بكر عمار، طوفان احمر سلاوي يدخل الى
ملعب بوبكر عمار، يعني طوفان احمر. مشاهدينا الكرام كي تشوفوا اقل ما يمكن ان اصفه هي انه طوفان احمر، طوفان احمر، طوفان احمر في اتجاه ملعب بوبكر عمار. تشوفوا مشاهدينا الكرام حضور جماهيري مكثف مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من جنبات ملعب بوبكر عمار بمدينه سلا، يعني حضور جماهيري مكثف وايضا تنظيم محكم باش ان هذه المقابله تدوز في واحد الجو جميل وجميل جدا. يعني كتشوفوا تنظيم حضور رجال الامن اللي كينظموا يعني حسن عوانهم، حسن عوانهم، حسن عوانهم، حسن عوانهم، حسن عوانهم، حسن عوانهم، يعني ايضا يتم حتى من القصيرين من ولوج الملعب، لان راه خطر فاش نشوفوا القصيرين في الملعب تشكلوا يعني مشاكل، تيديروا مشاكل، قدروا انهم يديروا شي ممارسات غير صحيه، ف يتم منع القصيرين من دخول الملعب وهذا خاصو يدار، شي خاصو يدار. يعني كي تشوفوا حضور جماهيري مكثف عدد من الجماهير السلاوية اليوم تجوفت على ملعب ابو بكر عمار. مقابلة ما تكون سهلة خوتي، مقابلة اكيد تكون صعبة. شو انا قصيرين يعني كيتواجدوا هنا راه مشكل. انا والله ما لقيتش الهواء. يعني كي تشوفوا حضور جماهيري مكثف هنا في ملعب بوبكر عمار. يعني يتم منع القصيرين كيرجعوهم باش انهم ما يدخلوش الملعب بوبكر عمار، وهذا حقيقة حقيقة هادشي اللي خاصو يكون. القصيرين ما خاصهمش يكونوا في في ملعب في الملعب، ما خاصهمش يدخلوا الا بولي امر ديالهم يكون معاهم اول الامر، اما قصير يدخل هكاك بوحدو جاي وغادي يدخل ما يمكنش، ما يمكنش تحكم التصرفات ديال القصير. يعني الحمد لله الله يرحمنا زخات مطرية الان في سماء مدينة سلا، يعني الشتا تكثر كنت نقولوا الله يرزقنا. يعني حضور جماهيري كثيف. يعني مازال يعني طوفان بشري هنا في جنبات ابو بكر عمار، ملعب ابو بكر عمار طوفان بشري. يعني كتشوفوا ان الجماهير السلاويه يعني في يعني في ممتده على طول جنبات ابو بكر عمار، اللي كيبين على انه يعني اللي كيبين. شوف 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 شو. حضور جماهيري للجماهير السلاويه، حضور وفاء منقطع النظر، وفاء لهذا الكيان السلاوي، هذا الكيان قراصنة سلا، ما يمكن نقول الا قراصنة سلا، كيان موحد، كيان عاشق لكرة القدم، كيان عاشق ل للجمعية السلاوية. تاريخ مشرف، تاريخ مشرف مشاهدينا الكرام، تاريخ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تاريخ مشرف لهذا الفريق
السلامات، نتمنوا على انه يتعافى بسرعه ويرجع الى مكانه الطبيعي في قسم الصفوه، الى مكانه الطبيعي في قسم الوطني الاول، لان جمعيه السلاويه ومدينه سلا تستحق على ان هذا الفريق يكون ضمن فرق الصفوه في قسم الوطني الاول، ويلعب على القاب، ويلعب ايضا لما لا البطولات القاريه. هيك تشوفوا حضور الجماهير كثيف، البراجه دايرين لهم يعني محواجز، ايضا ما نساوش حضور امني مكتف باش انها تدوس هذه المقابله في واحد الجو من الروح الرياضيه، واحد الجو من الروح الاخويه، وما يكونش ادنى انواع الشغب هنايا. واش كاينين معنا ابناء سلا هنا في هذا البث المباشر؟ واش كاينين معنا ابناء الجمعيه السلاويه هنا في هذا البث المباشر او لا؟ وشحال تتوقعوا النتيجه باش تسالي هذه المقابله؟ نتيجه المقابله بشحال غادي تسالي؟ هل الجمعيه السلاويه بقياده الربان، بقياده الربان مراد فلاح، غادي يحقق الفوز من على ملعبه، ارضيه ملعبه، من ارضيه ميدانه امام الجماهير الغفيره اللي حجت لهم البوبكر عمار، ام ان الفريق كوكب مراكشي جا باش انه حتى هو يقول الكلمه ديالو وينتزع؟ يلاه قولوا لنا لي كومونتير، يلاه 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 قولوا لنا شنو كيفاش تكون النتيجه اليوم. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر من جنبات ملعب بوبكر عمار. نتمناو أن المقابلة تدوز، الفرجة تكون يعني هستيريا، وتكون يعني لاجرينطا في الملعب في المربع الأخضر، وأيضا نشوفوا واحد الأهازيج، نشوفوا واحد نوع آخر من التشجيع، ونشوفوا جرينطا أخرى في المدرجات. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على أمل لقاء بكم بث مباشر آخر. السلام الله عليكم.